تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، فشهد أمس بحضور صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين المرحلة الختامية للتمرين المشترك سموم 4، والذي يجريه الحرس الملكي التابع لقوة دفاع البحرين على مدى عدة أيام بالذخيرة الحية. فلدى وصول جلالته رعاه الله إلى موقع التمرين كان في الاستقبال مدير التمرين اللواء الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي، والمقدم الركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة وعدد من كبار الضباط. وفي مستهل التمرين استمع جلالة الملك المفدى أيده الله إلى إيجاز حول مجريات التمرين ومراحل تنفيذه وما حققه من نجاح للوصول إلى الأهداف التي وضعت له، ثم شاهد رعاه الله التمرين التعبوي الذي جرى بالذخيرة الحية وما امتاز به من دقة ومهارة، معربا عن اعتزازه بما اتسم به المشاركون في التمرين من جاهزية قتالية عالية واحترافية مميزة وانسجام دقيق، مؤكدا جلالته حرصه على المضي في تعزيز القدرات القتالية وتطوير مستويات التدريب من خلال التمارين والدورات التخصصية التي ترفع المستوى الاحترافي لجميع رجال قوة دفاع البحرين البواسل. معربا جلالته رعاه الله عن شكره وتقديره للواء الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي على إدارته المميزة للتمرين وعلى ما يبذله سموه من جهود مثمرة للارتقاء بالكفاءات القتالية التي يتمتع بها رجال الحرس الملكي، مشيدا جلالته بمشاركة رجال الحرس الملكي البواسل وأشقائهم من قوة دفاع البحرين الشجعان بالتكاتف مع إخوانهم ضمن قوات التحالف العربي في عملية إعادة الأمل بقيادة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية وما حققوه من نجاحات وانتصارات وما يتسمون به من إقدام وعزيمة صلبة دعما للحق والتصدي للإرهاب وتقديم الإغاثة الإنسانية للأشقاء في اليمن العزيز، مؤكدا رعاه الله أنهم وجميع إخوانهم من قوة دفاع البحرين موضع التقدير والاعتزاز دائما لوقوفهم يدا واحدة بكل شجاعة للذود عن وطننا العزيز ومسيرته التنموية وللمساهمة في أمن منطقتنا، متمنيا رعاه الله للجميع دوام التوفيق والسداد. Thank you.
ثم تشرف عدد من المشاركين في التمرين بالسلام على جلالة الملك المفدى القائد الأعلى، شاكرا جلالته جهودهم المثمرة لإنجاح التمرين. حضر التمرين سعادة رئيس هيئة الأركان.